شيماء سب ترند على تويتر والسنة الطابع كوميدي، والوين وصلت السعودية في 5 سنوات؟ سين الشقيري يدور على الجواب. أهلا بكم. في لقاء قبل سنة قالت الفنانة البحرينية شيماء سبت أنها كوميدية وبتحب الضحك والوناسة والأعمال الكوميدية، لكنهم بينكدوا عليها. ويبدو أن الكلام وصل لأصحابه، فشيماء رجعت لنا هذا الموسم الرمضاني بعيدا عن جو الدراما والتراجيديا، وطلت علينا بدورين لعملين كوميديين وهما ممنوع التجول، والثاني هو بنات مسعود اللي شخصيتها رئيسية فيه وبتلعب فيه دور الابنة الكبرى رفيعة المحبة للطبخ واللي بترعى أخوات ووالدها اللي بيقرر عدم تزويج بناته كون انه امهم اتنازلت لهم عن ملكية معرضه، فبالتالي خايف يفقد معرضه وتجارته، ومن هنا بتتوالى الاحداث. خلينا نشوف مقطع من المسلسل. ويدي الله بالستر. اسمعي، تقول موقع تزوجي اختها؟ انت منو دلاتش على هالموقع؟ صراحة خذيتها من حساب أم حسن. حسبي الله عليك يا أم حسن، اسميك بتودينا في 60,000 داهية. عندك حل ثاني؟ الحين احنا محبوسين في هالبيت وأبوي يراقب كل تحركاتنا، يعني الناس شلون بتعرف إن في بنات على وي زواج في هالبيت؟ ثاني شخصية رمضانية لشيماء ظهرت من خلال مشاركتها بدور أخت ناصر القصبي في حلقة إكرام ميت من العمل الكوميدي ممنوع التجول. المسلسل بيتمحور حول الحياة الاجتماعية في السعودية بعد تداعيات كورونا، والحلقة الثانية منه شغلت السوشيال ميديا وتهاشتاجت، وفي التعليقات كان واضح حديث الناس عن دور شيماء تحديدا، فالبعض انتقد ظهورها وهي بتصيح وبتبكي، وفي انه يعني في اغلب المشاهد كانت كده، وقالوا انه بالغت. ومن جهه ثانيه في شريحه كبيره اشادت بادائها وقالت انه الدور بيتطلب كده، واصلا انه بكاها كان بيضحك. ومثل ما قلنا نحط الوارد بالثلاجه خلص، ونسوي له عزاء يليق بأبونا، أمر الله شو نسوي؟ الله يسعدك يا أخوي، الله يسعدك ويخليك لي ذخر. يا الله يا الله. بس يا خيتي خلاص، ندبر الأمور إن شاء الله، ندبر الأمور، نبي نطلع نشوف لنا الثلاجة تليق بمقام الوارد. كفو أخوي كفو، كلهم قاعدين يشغلون هالمكيفات ويشغلون هذا، وجت على حظنا وطفى الكهرباء. مش منين نقعد؟ شو نسوي؟ شلون شو نسوي؟ أنا نروح نشوف لك كهربائي. أي حد يجي كهربائي في هالظروف ما حد يطلع ابن الحلال. إيش فيك أنت؟ أقول اسمعوني لعلك الأمر خيرة عشان نذكر الوالد قبل تطلع ريح. لا تقول كذا عن أبوي، لا تقول. كسر حسك، كسر حسك ليش سمعنا الجيران يا خيتي؟ جراح كسر حسك. هو تنضم إلينا عبر زوم من البحرين الفنانة شيماء سبت. أهلا فيك وكل عام وإنتي بألف خير شيماء. كل عام وإنتم بخير، ويا رب الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وإن شاء الله يا رب رمضان هذا يكون مختلف عكس رمضان اللي طاف، اللي يعني انحرمنا من شفة القراب والأحباب. صحيح صحيح، كورونا ضربت يعني الجميع. بما انك ذكرتي قصه عاد كورونا، خليني قبل ما ابتدي معك عن الاعمال، انت طعمتي ولا لسه؟ انا لسه، لان انا كنت مصابه. أيه. وبعدين انا في فتره تعافي، يعني بعد لازم تمر علي فتره عشان اقدر اخذ اللقاح. أيه. وانا حاطه في بالي انه لازم اخذه، وانصح الكل انه لازم ياخذه لانه هذا شيء اساسي وضروري. ايه، انت انصبتي يمكن كان في نوفمبر، كانت صعبة التجربة؟ الحمد لله رب العالمين، وقت اللي انصبت يعني ما صادني كل الأشياء اللي يعني القوية. الحمد لله. الشيء يعني الصعب الوحيد
الصداع كان الصداع حتى بعد ما انتهت فترة الكورونا ظل معي شهرين تقريبا متواصل. يا الله. في ناس فعلا تحدثوا عن انه استمرار الاعراض معاهم، بس الحمد لله على سلامتك. خلينا عاد ننتقل للاعمال الرمضانية، حلقة واحدة طلعتي فيها وهاشتاج على طول شيماء سبت ترند، كنت في تويتر، تابعتي الهاشتاج؟ اي نعم تابعته. انا الصراحه ما كنت ادري ان صرت ترند، بس ان كل الناس دخلوا علي بالسناب ودخلوا علي بالانستغرام يقولوا لي انت ترند نمبر 1 بالسعوديه. اولا هذا شرف لي وفخر لي اني اكون ترند بلدي الثاني اللي احبه واعشقه السعوديه. كون ان الهاشتاج كان فيه كلام جدا جميل وكان فيه انتقاد. بالحالتين ساره انا سعيده جدا، لان سواء كان انتقاد او مدح هذا شيء يضيف لي كثير. انا اعرفك يعني شيماء، انت شخصيه جدا صريحه، حتى لو ناس قالت كلام جارح الله يسامحك. انا بقول لك انا اعرفك انت شخصيه يعني جدا متصالحه مع نفسك وصريحه جدا، فيعني الناس بعضهم قالوا انك انت بالغتي في الاداء. انت بتشوفي انك انت بالغتي في الاداء؟ هل لو رجع بك الوقت كان عملتي الدور بشكل مختلف مثلا؟ هذه وجهة نظرهم وأنا أحترمها. أحترم كل اللي انتقدني، هو يشوفها من مكان ثاني. إحنا دائماً متعودين بالكوميديا أن بعض المبالغة في بعض ردود الأفعال يكون مسموح بها في العمل الكوميدي. يعني هي بنت درت أن أبوها توفى في نفس اليوم، صارت كل هالأحداث، فطبيعي إنه بيكون إنه هي تبكي، وأخوها ما يبيها تبكي قدام الناس، ما يبي أحد يعرف إنه في البيت هاي في حالة وفاة. صحيح. فيعني أنا أحس مبرر. مبرر الوضع. لا سارة واللي ضحك كل الناس يقولون ما بدلت ملابسها. طيب هذا يوم واحد يعني. في الحدث الدرامي هذا يوم واحد. فطبيعي انا يعني كل الدراما صارت في يوم واحد. طب شيماء صورتي اكثر من حلقه ولا هي حلقه واحده؟ والله كان المفروض اصور اكثر من حلقه، بس بسبب التزامي بنفس الفتره بتصوير مسلسل بنات مسعود للاسف الشديد اني ما قدرت، لكن هاي الحلقه بعد يعني شيء اعتز فيه وافتخر فيه. شيماء كيف بما انك ذكرتي كمان بنات مسعود، كيف شايفه التجربه؟ والله تجربة جميلة مع فريق يعني حبيب وفريق مثل الأهل كنا. تجربة جدا جميلة، أيام حلوة قضيناها، وإن شاء الله النتاج راح يطلع في الشاشة والناس تعرف. ترى الناس حين وصلت لمرحلة تعرف إذا ما فيني كورونا، ترى بس فيني صار دحين أي أحد يكح أي أحد حاجة على طول تهمة. سلامتك. اي والله يا اختي الواحد يخاف يكح، يخاف يحس. اي والله سيد العيون جري والناس تطرده من على طول. انا ممكن اقطع الارسال معاكي من حاله الخوف اللي انا فيه. بس روح الاصبر. الله الله يكون حول. اوكي ما خاف. سارة تطمني. طيب أزمة شيماء، على سيرة أنت بتتكلمي على العمل وأنه حبيب والكلام هذا كله، بس العمل برضو بيقوم على فكرة أنه رافض يزوج بناته وما بناته وأخوات والكلام ده كله، اللي هو دايما قصة عائلة سبت، وأنت دايما قصة الزواج ملاحقتك وكل شوية بيزوجوك. لا علي جديد. لا تظلمني أبوي. ايه لا 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 ما نظلم ابوك، ما نظلم ابوك. مو رافض يتزوج بنات. لا 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 مع فارق الاب، مع فارق الاب، بس موضوع الزواج موضوع متكرر في حياة شيماء سبت. لا انا ماني سامعه، يمكن في مشكله بس عندنا في الصوت. يعني ما ادري تسمعيني الان شيماء؟ شيء بالصوت؟ إيه تسمعيني الآن؟ إيه أسمعك. يلا تفضلي. أيوة
اقول لك يعني انت ظلمتي ابوي، وبهالمناسبه اقول لكم اتمنى من كل المتابعين يدعون حق ابوي بالشفاء العاجل بما ان رمضان وليلتين او الكل يتابعنا. الله يطمنكم عليه إن شاء الله ويشفيه ويعافيه ويخلي لكم إن شاء الله، بس وما يشوف شر. زعلتي من موضوع لما طلعوا لك صور ومع محمد سعد وزواج وما زواج وكذا؟ لا بالعكس أبدا، يعني كان شيء حلو إنه يعني تعرفين قلت والله هاي فكرة مسلسل أو فيلم كوميدي إن اللمبي متزوج بحرينية، وأنا تعرفين يعني أحب الكوميديا إيه؟ ليش لا؟ إيه؟ انبسطت من الموضوع، بس هو فعلاً إن كان في خطأ في أحد الجرايد إن هم كاتبين عن زوجته إن يعني إن خبر عن زوجته بس حطين صورتي. أنا كان في مهرجان دبي السينمائي إيه؟ 2013 الصورة أيوة حتى باين قديمة، بس طيب أيوة الصورة باين قديمة. بس نرجع تاني من الموضوع يا شيماء، الزواج والكلام هذا كله يعني خلاص ما طفشتي من تعليقات الناس؟ أنا يعني قابلتك قبل كده وتكلمنا في هذا الموضوع وقلت لي إنك أنت طفشانة. سارة أنا أحلم فيك وأنت تسأليني هالسؤال، تخيلي إن أحلامي سارة تطلع لي شيماء متى بتزوجين؟ شيماء أنا أبغالك السعادة يا شيماء، بس أنا بنقول كلام الناس، دايما أشوف التعليقات ودايما بيسألوك هذا السؤال وأحس إنك أنت طفشتي، فأحس لازم أزن أنا كمان معاهم. خطبي لي يلا. والله عندي كثير حواليني لازم أخطب لهم كمان يا شيماء، لازم أضيفك على القائمة. بس يلا ان شاء الله عروس حطيني في القائمة. عروس 2021 ان شاء الله يا شيماء، وطبعا ان شاء الله ربنا يطمنكم على الوالد، ودائما انا اسعد بوجودك معنا. يعني للاسف اليوم يمكن الكونكشن بيننا شويه تعبانه الاتصال وكذا، بس ان شاء الله المره الجايه تكوني معنا دائما في الاستوديو. كانت معنا من البحرين الفنانه شيماء. حبيت أضيف شغلة واحدة. قولي لي حبيبي. حبيت أضيف شغلة. ايه؟ يمكن أنا السنة أعتبر نفسي محظوظة من بين زميلاتي أو زملائي الفنانين، لأن بديت الموسم الجديد بتصوير الجزء الثاني من برنامج المصباح اللي على اليوتيوب، وسوى أفلام وحققت نجاح كبير جدا، اللي هو رحلة عابرة حققت مشاهدات حلو في أقل من 24 ساعة مليون، والثاني كان والثاني أيضا رحلة هوية مفقودة. أيوة. فالحمد لله هذا نجاح كبير، وأيضا يعني حبيت أوجه تحية لكل فريق المصباح اللي في الجزء الثاني. جميل. والجزء جميل. ونحن دائما بنتمنى لك المشاركة الجميلة. ايه بنتمنى يعني لك دائما دوام النجاح شيماء. طبعا كانت معنا من البحرين الفنانة شيماء سبت، شكرا لك. بدور ابنة النجمة يسرى بتشارك الفنانة الشابة جميلة عوض في السباق الرمضاني، وتحديدا في مسلسل حرب أهلية. جميلة بتلعب في العمل دور تمارا ابنة مريم اللي بتلعب دورها بطلة العمل النجمة يسرى، ومن أوائل الحلقات شغلت شخصية تمارا الناس والتحليلات شغالة عنها، ففي ناس شافوا تمارا شريرة ومبتزة وحيوا جميلة على لعبها دور شر لأول مرة بهذا الشكل، لكن آخرين شافوا فيها ضحية لوالدها وزوجته اللي بيحاولوا يقووها على أمها ويخلوها تحقد عليها. هذا كله وسط جو من الغموض محيط بالمسلسل للآن، مخلينا مو عارفين ليش تمارا عندها هذا الموقف من والدتها. على العموم ظهور جميلة من أول حلقة لفت الناس، وخاصة هذا المشهد. وعملي أنا باب الهدية. أنت ست مغيبة قوي كده، فاكرة أن كل الناس سطحية زيك؟ إيه بهدية كل حاجة بتروح؟ انا مش عارفه انت عايزاني اقول لك ايه اكتر من اللي انا قلته لك. انا ما بحبكيش،
مش عايزاكي، مش عايزة هديتك، مش عايزة أشوفك. أنا كل اللي كنت عايزاه إن محدش يعرف إن أنا ليا علاقة بيكي، وحتى ده ما عملتيهوليش. وتنضم إلينا من القاهرة عبر زوم الفنانة جميلة عوض. أهلا فيك معانا يا جميلة، إحنا عارفين إنك أنت مضغوطة ووقتك مشغول ولازلتي بتصوري. يا سارة عاملة إيه؟ أهلا بيكي حبيبتي. أنا مبسوطة إن أنا معاكم. أنا بكلمكم يلا يعني 10 دقايق قبل ما منزل أروح التصوير دلوقتي عشان أصور لحد بكرة. بالضبط أنا عارفة، عشان كده حنكون سريعين معاكي وما حناخد من وقتك. طبعا كل عام وإنتي ألف خير، وحشتينا هنا في دبي. وجميلة الجميلة وإنتي اللي ألفين خير وإنتوا وحشتوني أكتر. إيه جميلة اللي نعرفها، الحبوبة اللطيفة طالعة بدور شريرة وبتعمل أعمال شر وبتواجه أمها وبتبهدلها. إيش هذا يا جميلة؟ ما هذا؟ أنا عايزة أقول لك إن المؤلف أحمد عادل لما جه يحكي لي على دور، هما كذا حد قاعد يكلمني وقتها بس ما حدش بيقول لي دور إيه. دور حلو قوي. طب يا جماعة إيه ما حدش بيقول لي؟ بعد كذا مكالمة من أشخاص مختلفين أحمد عادل قال لي، ابتدى يحكي لي الموضوع ومامتي كانت قاعدة جنبي، فجأة لقيت إن أنا وشي صفر. هي ما تعرفش اللي بيكلمني في التليفون ده بيقول لي إيه، بس قالت أنتي وشك صفر كده ليه؟ هو قال لك إيه؟ كان بيحكي لي على الدور بس بقى، فمش هحرق لك المفاجآت اللي جاية. لا نحن جالسين بنشوف الـ 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 الشر، بس ردود الأفعال مصدقتك كثير صحيح؟ أنا خلاص ابتديت أتشتم يا سارة، أنا بتشتم رسمي. الحمد لله، إذا وصلتي، إذا نجحتي في الموضوع. ولسه الشتايم جاية، أنا مستعدة. أنا من أول يعني نتوقع المزيد من الدراما. بس الاختيار موفق كابنة يسرى، فيكم شبه يا جميلة. أنا عايزة أقولك إنه يسرى شافت صوري وأنا بيبي في التصوير، قالت لي لا أنا مش مصدقة ده أنا وأنا صغيرة. قالت تطلع لي على موبايلها صورها وهي صغيرة، عندها صورة نسخة مني. يعني أنا روحت ووريت أمي، أمي اتفزعت قالت لي ده أنتي. لا حسنا فعلا انه اختيار موفق، ويعني بشكل عام المسلسل مشوق. بس كمان سمعت اخبار تانية كمان يا جميلة، انك انت ضحية رامز كنت هذه السنة. انا ضحية رامز السنة دي. كيف كان المقلب؟ كنت عارفة ولا ما كنت عارفة بأمانة؟ لا ما كنتش عارفة تماما. ما كنت عارفة ابدا. بوصله بيها الحلقة يعني هيبان هتشوفي. يعني كانت صدمة بعد انا بالنسبة لي مش عايزة احرق لك الرياكشن اللي انا عملته. بس عملت رياكشن مختلف تماما هتشوفيه. طب كنت حابة سريعا بس كمان اتكلم معاكي جميلة على موضوع البهاق. يعني انت عملتي دور عن فتاة بتعاني من البهاق، يعني في لازم اعيش، في الحلقة حقت لازم اعيش، ومن بعدها ارتبط اسمك كمتحدثة كأنه لهذا الموضوع. هل فعلا انت تبنيتي هذه القضية؟ انا من اول ما جالي الموضوع ده كنت تحمست له، ده من اسرع القرارات اللي اخدتها في حياتي. انا جات لي مكالمه تليفون جالي بيها تريتمنت المسلسل، كنت في الشارع دخلت مكان عشان اقعد اقرا. مجرد الساعه اللي قريت فيها خلصت قلت لهم يلا، تاني يوم مضيت. ايوه فكان من اسرع الحاجات اللي انا اخدتها في حياتي، ومن اكتر المشاريع اللي انا فخوره بيها ومبسوطه ان انا كنت جزء منها، ومبسوطة إنها كانت مؤثرة وكانت أول حاجة الموضوع ده يتسلط عليه الضوء في الدراما في الوطن العربي بشكل عام. مش عايزة أقول كمان عالمياً، لأنه أنا كمان لما جيت أذاكر للدور حاولت أشوف مين عمل الدور ده عالمياً، ما كنتش بلاقي قوي رفض. لا بان صراحة يعني قد إيش الإتقان في هذا الموضوع، ونحن جدا مستمتعين كمان بحرب أهلية وشخصيتك الشريرة فيها. عارفة أنه وراكي تصوير، ما حاخد من وقتك أكثر من كده. جميلة الجميلة شكرا لك على هذه الإطلالة معانا، ودايما بالتوفيق ولا توحشينا، تعالي لنا دبي زورينا قريبا. ترسورة هخلص واجيلكوا على طول. في انتظارك يلا الفنانة باي باي الجميلة حبيب. جميلة عوض شكرا لك. فاصل ونعود مشاهدينا.
أهلا من جديد. ارتباط بعض الأسماء الشهيرة بشهر رمضان صعب ينفك، واحد منهم أحمد الشقيري اللي قدم سلسلة من برنامجه خواطر على مدار سنوات، وانتشر هذا البرنامج في كل العالم العربي حقيقة. أحمد غاب سنوات عن رمضان إلا من خلال وثائقيات قدمها السنتين اللي فاتوا. هذا الشهر رجع بشكل مختلف برنامج سين اللي بدأت أولى حلقاته على MBC ولفت الانتباه والاهتمام، خصوصا أنه عرض البرنامج كان مفاجئ لكثار وما صاحبه حملة إعلانية كبيرة مثل دائما. برنامج سين فكرته بتعتمد على تناول جوانب التطوير والتحديث الكبيرة اللي صارت في السعودية خصوصا آخر 5 سنوات. البرنامج استخدم تقنيات متقدمة في إنتاجه بين الواقع الافتراضي والمعزز، إضافة للجرافيكس التوضيحي اللي استخدموا بشكل احترافي. كثير ناس سعوديين حتى تفاجأوا بحجم العمل اللي صار في هذه السنوات داخل بلدهم من جوانب مختلفة، وكثير غير سعوديين انبهروا بعدد من المشاريع اللي شافوها وتمنوا أنها تكون موجودة ببلدانهم، زي مثلا حلقة التحول الوطني الرقمي. عام 2019 22% وصلنا الآن في عام 2020 إلى أن تكون نسبة الورقية 0% حيث صفر. خلصنا. هذه آخر وكالة ورقية صدرت. آخر وكالة بالمناسبة عندهم هم حاطين كذا يعني زي سيفونير كذا يعني ذكرى. آخر واحد استلم ورقة سنة 1440. نعم. خلاص انتهى، فينيتو، انتهينا من الأوراق خلاص. أكثر من 4.5 مليون وكالة تمت أونلاين. أتخيلوا لو هذه كانت حتتم تقليديا وكان لازم الواحد يروح ويهدر أوقات. إحنا هنا في وسط تصوير وأنا عندي وكالة لازم أسويها. مشاهدينا في أمان الله، ونعود وألقاكم الأحد إن شاء الله في حلقة جديدة من تفاعلكم.